أهلا وسهلا بك. تسمعني إبراهيم؟ كيف الأجواء أسمعك عندك سامي، أهلا إبراهيم؟ وسهلا. كيف صعود الحجاج إلى منطقة جبل الرحمة؟ كيف المنطقة المحيطة بجبل الرحمة؟ هل امتلأت المنطقة المحيطة بجبل الرحمة؟ الاتجاه على مسجد نمرة، كيف هي الأوضاع من عندك؟ بداية مساء الخير عليك سامي، مساء الخير على كل مشاهدين ام بي سي. بالفعل بداية من صباح هذا اليوم بدأ عملية تصعيد الحجاج إلى مشعر عرفات، ومنذ بدء وصولهم بدأت الخطط المرورية لنقل الحافلات إلى الحجاج إلى هنا إلى عرفة، بدأت بسلاسة وبأريحية كبيرة. كانت كل الحافلات تتجه إلى مشعر عرفات بشكل سلس وسريع. أيضا بدأ حجاج منذ تقريبا مساء الأمس بالوصول، وذلك عبر الخطط المرورية التي سهلت على الحجاج. تم تقسيمهم إلى أكثر من مرحلة بحيث يكون وصول الحجاج إلى مشعر عرفات بشكل سلس. سامي، كنا نتجول مع الحجاج، ذهبنا قبل في بداية ساعات الصباح الأولى إلى مشعر إلى مسجد نمرة. بدأ التوافد منذ هذا الصباح، كان توافد جدا كبير. نتحدث عن خدمات كبيرة في مسجد نمرة، المسجد الذي تم تحديثه بشكل كبير يتسع لأكثر من 400,000 مصلي. نتحدث أيضا عن التطويرات الكبيرة التي شملت مسجد نمرة، يعني وجود أجهزة الرذاذ وأيضا وجود أجهزة التكييف والتي في الساحات الخلفية والتي تخفض درجات الحرارة من 8 إلى 10 درجات مئوية، خصوصا أن نشهد درجات حرارة مرتفعة سامي تزامنا مع موسم الحج. أيضا من مشاهداتنا للحجاج في جبل الرحمة الذين بدأوا بالصعود إلى أعلى الجبل، كانت هناك تسير عملية صعودهم بشكل سلس. رجال الأمن في كل نقطة من نقاط الجبل لكي يسهلوا عملية صعودهم ولا يكون هناك حالات تدافع أو تزاحم عند صعود الجبل. جميل إبراهيم، خليني أسألك، كيف استفادت يعني المملكة اليوم من التقنيات الحديثة؟ كيف استفادت من أجهزة خفض الحرارة؟ احنا نتكلم عن الرذاذ، التشجير الكبير جدا في مشعر عرفات، وأيضا التقنيات الجديدة اللي استخدمت حتى في تبريد الطرق وطلائها بطلاء يخفف درجات الحرارة وانت تتنقل في مشعر عرفة. كيف تشوف هذه الأمور ساهمت في خفض درجات الحرارة والتخفيف من وطأة الشمس على الحجيج؟ بالفعل سامي، طبعا مع كل عام يتم تحديث البيانات لمستوى جودة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، ويمكن من خلال هذه البيانات قياس جودة الرضا. كان في العام الماضي الأسفلت الأبيض، اليوم الأسفلت المطاطي الذي متواجد في أكثر من منطقة في عرفة، أيضا أجهزة الرذاذ والتبريد الموجودة في أكثر من منطقة في عرفات تخفض هذه الأجهزة سامي من 4 درجات مئوية إلى 7 درجات مئوية. هي منتشرة بشكل كامل في عرفات، أيضا بين أروقة ممرات مساكن الحجاج. رأينا العديد من الحجاج الذين يعني ممكن متواجدين بين أروقة المخيمات لأنه درجات الحرارة جدا مخفضة بسبب عمليات التبريد. أيضا من ضمن العمليات التي ساهمت في خفض درجات الحرارة توزيع عدد كبير من المظلات، أيضا وجود رجال الأمن الذين ساعدوا بتوزيع هذه المظلات لتخفيف درجات الحرارة. أيضا هناك إرشادات بشكل دوري من وزارة الصحة يعني لتوقي كبار السن من ضربات الشمس أو حتى من الجهاد الحراري والإكثار من السوائل. المشاهدات جدا رائعة يا عسامي، وأنا أشاهد الحجاج الذين التقوا بي وذكروا بأن الجهود الكبيرة التي ساهمت في خفض درجات الحرارة، رغم أن يعني درجة الحرارة الحالية تلامس حاجز 47 درجة مئوية، إلا أن سلاسة الحركة ومرور الحجاج وأيضا التقنيات الموجودة في مشعر عرفات ساهمت بشكل كبير في ترطيب وتلطيف الأجواء على حجاج بيت الله الحرام.